لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد، فهذا درس جديد من دروس شرح المقدمة الأجرومية، الدرس الثامن، علامات الحرف. بعدما استطعنا أن نميز الاسم بالجر والتنوين والندى وال والإسناد ومسند للاسم تمييز حصل، واستطعنا أن نميز الفعل بأنواعه الثلاثة الماضي والمضارع والأمر، بقي أن نميز الحرف. بما يتميز الحرف؟ ما العلامات التي يمكن أن نعرف بها أن هذه الكلمة حرف؟ قال المصنف رحمه الله تعالى: والحرف ما لا يصلح معه دليل الاسم. نجرب معه علامات الاسم من الجر والتنوين أو النداء أو دخول آل عليه. ومعنى هذا أن الحرف إذا جئنا بعلامات الاسم من الجر أو التنوين أو النداء أو دخول آل أو الإسناد، فإن هذه العلامات لا تميز الحرف. كذلك علامات الفعل كالسين وسوف وقد وتاء التأنيث اللي هي الساكنة، لا يتميز الحرف بعلامة من هذه العلامات. دعونا أيها الأحبة نقول إن الحرف هذا كلمة من الكلمات العربية، وكلمة حرف كما سبق في اللغة تدل على الطرف، ومنه قول الله تعالى: ومن الناس من يعبد الله على حرف، يعني على طرف وجانب. ومعناه في اصطلاح النحاة كلمة لها معنى في نفسها، لكن لا يعرف معناها إلا إذا أضيفت إلى غيرها. تقول: رجعت من المدرسة وأكلت من الرغيف، ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين، من فيعرف معناها بانضمامها إلى غيرها. هذا هو الحرف. وهذا الحرف إما أن يكون حرف مبنى، وأنا كنت قد ذكرت لكم هذا قبل ذلك، حرف مبنى. فما حرف المبنى؟ هي الحروف الهجائية التي تبنى منها الكلمات العربية، فمثل الهمزة والباء والتاء انتهاء بالياء، فهذه حروف مباني، حروف مباني. لكن اللغة فيها حروف اسمها حروف معاني، حرف معنى، وهذا هو الذي يتكلم عنه النحاة عندما يقولون الحرف. علامات الحرف أي علامات حرف المعنى. فما حرف المعنى؟ حرف وضعته اللغة لمعنى، كالإيه؟ كالنداء والاستفهام والعطف وغيرها من المعاني. فلو قلت لك مثلا: أإله مع الله، هذه همزة وضعتها اللغة للاستفهام، فهمت الدرس؟ يبقى الهمزة هنا حرف استفهام. طب لو قلت لك، يعني الشعر يقول لابنه كان اسمه أسيد: أسيد إن مالا ملكت فسر به سيرا جميلا، يعني إن رزقك الله مالا فسر بهذا المال سيرا جميلا، أخي الكرامة إن استطعت إلى إخائهم سبيلا، يعني بمالك هذا أخي الكرام جميل.
عندما قال أأسيد هل هذه الهمزة مثل هذه الهمزة؟ الهمزة الأولى حرف معنى لأنها حرف نداء، وإن شاء الله تعالى في باب الاستفهام تأخذون حروف الاستفهام، وفي باب النداء تأخذون حروف النداء. لكن الهمزة في كلمة أسيد حرف مبنى لأنه أحد حروف الكلمة التي انبنت إيه منها. قلنا مثلا باء، الباء لو قلنا بيت، الباء هذا الحرف هو أحد حروف الكلمة فهو حرف مبنى. لكن عندما تقول مثلا بالله عليك افعل كذا، هذه الباء حرف جر وهي هنا حرف قسم. معي؟ الواو عندما تقول وفد الناس إلى بيت الله الحرام، وفد، فالواو هذه وأحد حروف الكلمة الأصلية. لكن لو قلت لك حضر محمد وعلي، هذه واو حرف معنى إنها أفادت العطف، الجمع بين المعطوف والمعطوف عليه لاشتراكهما في حكم واحد، الواو العطف. إذن تستطيع أن تقول إن اللغة فيها حروف مباني وحروف معاني، والذي يتعامل معه علم النحو هو حروف الايه؟ المعاني، حروف المعاني، كحروف الاستفهام، حروف النداء، حروف العطف، حروف الجر، وكل منها يأتي في بابه إن شاء الله تعالى. بالمناسبة كل منها يأتي في بابه، ما نوع التنوين في كل منها؟ كل، التنوين في كل عوض، تنوين عوض عن كلمة محذوفة، أي كل حرف منها يأتي فيه في بابه. حروف المباني وحروف المعاني كذلك أيضا عندنا هذه الحروف، الحروف تستطيع أن تقول حروف المعاني، حروف المعاني، منها ما هو مختص ومنها ما هو مشترك. ماذا تقصد بالحروف المختصة؟ عندنا حروف تختص بالأسماء فلا تأتي إلا مع الأسماء، مثل حروف الإيه؟ الجر. وهل يجر عندنا في اللغة إلا الأسماء؟ يعني أنت عندما تقول صليت في المسجد، هذا حرف إيه؟ يبقى هذا اسم مجرور. هل تأتي حروف الجر مع الأفعال؟ إذن هذه الحروف، حروف الجر، تختص بالأسماء، وعندنا حروف معاني تختص بالأفعال، مثل حروف النصب والجزم التي تسبق الفعل للمضارع. فلو قلنا مثلا لم يصل المسافر مثلا، فلاحظ أن هذا فعل مضارع وهذا الفعل يختص بالفعل المضارع. لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، هذا الحرف يختص بالفعل المضارع. يبقى عندنا حروف المعاني منها ما هو يختص بالأسماء كحروف الجر، ومنها ما يختص بالأفعال كحروف الجزم وحروف الإيه؟ الناصب. ومنها ما هو مشترك، ومعنى كلمة مشترك يعني يأتي مع الأسماء ويأتي مع الأفعال. انظر إلى هذا الحرف هل، تقول هل زيد قائم، دخل الحرف على ماذا؟ على اسم. ويمكن أن تقول هل قام زيد، دخل الحرف هنا على ماذا؟ قام على فعل. إذن هل الحرف هل هذا يختص بالأسماء؟ لا، لا يختص بالأسماء،
فقد يدخل على الأفعال. هل هو يختص بالأفعال؟ لا، قد يدخل على الأسماء، فهو مشترك بين الأسماء والأفعال. هل للحرف علامة تميزه عن قسيميه الاسم والفعل؟ لا. قال الحريري: والحرف ما ليس له علامة فقس على قولي تكن علامة. وقال العمريطي: والحرف لا يصلح له علامة إلا انتفى قبوله العلامة. لا يصلح له علامة إلا أنه لا يقبل العلامة. فالحرف ليس له علامة، وهو إما أن يكون حرف مبنى، وهذا لا يتعامل حرف النحو مع حروف المباني. الذي يتعامل مع حروف المباني علم الصرف في الإعلال والإبدال وتغير يحدث على بنية الكلمة. أما علم النحو فإنما يتحدث عن الحرف ككلمة وضعتها اللغة لمعنى. وهذه الحروف منها ما يختص بالأسماء ومنها ما يختص بالأفعال، وكل منها يأتي في بابه. يعني أنت تقول: طب علمنا حروف النداء، حروف الجر، حروف القسم، حروف العطف. نقول: لا، انتظر، هذه أبواب في علم النحو. عندما تدرس باب العطف تدرس حروف العطف، وعندما تدرس باب النداء تدرس حروف النداء، الاستفهام كذلك، أسماء الاستفهام وحروف الاستفهام وهكذا. ومنها ما هو مشترك بين الاسم وبين الفعل. فالحرف لا يقبل علامات الاسم، لا يقبل علامات الفعل، ليس له علامة تميزه، إنما نعرفه بماذا؟ بحفظه. يعني عندما تأخذ باب النداء ونقول: العرب استعملت حروفا للنداء مثل يا أيها الذين آمنوا، واستعملت هيا في غير القرآن هيا علي، واستعملت أيا راكب انتظر أيا، واستعملت أي، واستعملت الهمزة، فتنضبط عندك الأمور عندما تعرف أن هذه حروف النداء. وهكذا في كل باب من الأبواب التي فيها حرف من حروف المعاني. فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما قلنا وسمعنا. جزاكم الله خيرا، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين، لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين.